وينضم إلينا هاتفيا الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد، تحياتنا لحضرتك. هذا الاتفاق مع صندوق النقد جاء ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي، برأيك إلى أي مدى سوف يعزز هذا الاتفاق قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية؟ الحقيقة التنفيذ وتلبية توصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي، وأولها تحرير سعر الصرف مع توقيع القرض مع صندوق النقد الدولي، أعتقد كلها إجراءات أحدثت الفارق لصالح الاقتصاد المصري وتحدث مزيد من الإيجابيات على كل القطاعات التي تتشكل من الاقتصاد المصري، بدليل ارتفاع البورصة المصرية في خلال 96 دقيقة أكثر من 24 مليار جنيه أرباح، وزيادة المؤشر الرئيسي للبورصة 4.3، كلها إيجابيات نتجت على توقيع القرض ما بين الحكومة وبين صندوق النقد الدولي، ودي شهادة ثقة للاقتصاد المصري، يعني توقيع هذا التوقيع. طب دكتور خالد، في نفس الوقت كشف البنك المركزي عن قيامه بإلغاء تدريجي للتعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، ويعني هناك نية لإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. برأيك إلى أي مدى أيضا هذا القرار يساعد على تعزيز الصادرات المصرية؟ هذا القرار يساعد على تعزيز الصادرات المصرية ويساعد على ليه؟ لأن هو النهاردة اللي حصل في السوق المصري، وأحد المطالب الرئيسية لكل مجتمع الأعمال الذي كان يحضر المؤتمر الاقتصادي كان اللي هو رفع تماما الاعتمادات المستندية والعودة بالعمل بالقرار مستندات التحصيل. ليه؟ الاعتمادات المستندية يعني أحدثت مزيد من ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة وقف العمليات الاستيرادية، تكاد تكون بالكامل إلا للسلع الضرورية والسلع الأساسية. النهاردة المصنعين ومجتمع رجال الأعمال يريد العودة مرة ثانية إلى مستندات التحصيل، كما صرح بذلك معالي دولة رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي، وقال تدريجيا خلال 60 يوم هيكون تماما تم الرجوع بنسبة 100% في نهاية ديسمبر إلى مستندات التحصيل. الهدف من العودة لمستندات التحصيل هو تلبية احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والخامات من الاستيراد بالخارج. ده يبقى عندنا قدرة على إعادة دوران عجلة التصنيع مرة ثانية، ومزيد من الإنتاج ومزيد من المنتجات هتبقى موجودة تلبي احتياجات المواطن المصري في السوق المصري، ولدينا القدرة على أن مع زيادة حجم الإنتاج أن يكون السوق مفتوح أمام مزيد من المنتجات إلى التصدير خارجيا، للوصول برقم الصادرات إلى 100 مليار دولار، وده كان أحد الأهداف الرئيسية من المؤتمر الاقتصادي، وكيفية الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار. فكان مجموعة من الإجراءات من بينها العودة إلى مستندات التحصيل لتلبية يعني طموح مجتمع الأعمال. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي.